السلام عليكم الخوش، معكم غياش منير من مدينة القنيطرة. وكيف ما ديما اليوم ان شاء الله واحد الفيديو توصلت بواحد هدية من واحد الصديق اللي سميتو مصطفى من مدينة الداخلة. وكان واحد الصديق عاوتاني رشيد تنصيفط ليه من مدينة الداخلة السيمانة اللي فاتت، تنصيفط ليه واحد السمارطيك زايد بحال هادو. صراحة كنصيفط ليه شي 6 ديال السنطاش غير كنت عطيتهم للعائلة وهادي. وهذا أول كادو في الصراحة كان جايني من عند واحد الدري سميتو عبد الصمد من مدينة سلا. كان أول كادو كان جابو ليا هو هذا، هما باقين عندي. وهذا تا هو كان جابو ليا واحد الصديق نسيت على الاسم ديالو من مدينة الرباط، حيت كان مشا ليا التليفون شحال هادي ومشاو ليا النوالات الصراحة ديال بزاف ديال الأصدقاء كانوا كيتواصلوا معايا. وواحد المرة واحد الصديق صيفط لنا واحد الجلابة تا هو كنت عطيتها هديتها للوالد ديالي. المهم شحال من واحد ما نساو حتى شي واحد جاب لنا شي حاجة. واحد الصديق كان جاب لنا واحد الفريخات ديك المرة ديال لي زان سيبارات. ودابا تبارك الله راه عندهم وليدات ديالهم، دابا نوريهم ليكم إن شاء الله. المهم إن شاء الله دابا هي هاد المفاجأة غادي نفتحوها إن شاء الله، هاد الهدية غنفتحوها هكا قدامكم ونشوفوا إن شاء الله شنو صيفط لنا فيها. والله يكثر خير والله يكثر خير كل واحد. وتا كنتعاملوا مع الناس حنايا في سبيل الله باش توصل الحاجة وتوصل المعلومة. وتا بنادم تيستافد الصراحة وتي بحال كنت تيتفكر حتى هو بحال هاد الحوايج هادو، تا هما راه واخا غتكون حاجتهم كبيرة ملي كتوصل حتى لعندك. وهاد الصراحة الله خوتي مكذبش عليكم. المهم دابا هادي هي بسم الله، يا بسم الله. هو كان قال لي شنو نصيفط لك الصراحة، وقلت له أنا اللي حب خاطرك صيفطو ليا. و يا داكشي اللي كاين نتمنى من الله اللي جات عنده مرحبا بها، اي حاجه مرحبا. تبارك الله بسم الله. واحد الطوقيه هاهي، واحد الجلابه ديال الصحراوه، الطوقيه ديال الصحراوه تبارك الله. نلبسوها ان شاء الله وعنشوفوها واش عاد جاوا معانا وعنديروا عليها فيديو. خليوها لنا في الكومنتير التعاليق ديالكم. هادو في الصراحه ما عرفتهمش شنو هما، يا الشباخيره ولا ما عرفتهمش، نحلهم ان شاء الله ونشوفهم شنو هما. يا والله ما عرفتهمش شنو هما الخوش. هادي باينه اشاي، الصراحه انا عزيزه عليا اشاي بزاف، طلبت على اشاي كنشرب اشاي 4011 من بلي بيه، عزيز عليا اشاي. صافي قلت لهم نتوما الصحراء تكون عندكم اشاي مزيان، هو يصيفط لي هاد اشاي هذا. وهادي ما عرفتهمش شنو هذا، اشاي تا هو الشاي الثاني تا هو. يا هاد الحلوات هادو كنت معروفين عندهم ديال المدينة ديال الصحراء ديال الداخل. هاد الحلوة هادي راه زوينة هادي، كنت كيجي كناخدها من عند واحد الصديق من هنا من مدينة القنيطرة، كان كيجيبوهم من الداخل من مدينة الداخلة من الصحراء وهادي كيجيبوهم. المهم كنشكرك بزاف اخويا مصطفى وتبارك الله عليك، والله يرحملك الوالدين والله يكثر خيرك. وكنتمنى من الله ردوا لك هادشي هذا في ساعة الخير ان شاء الله. ودابا ان شاء الله غادي نلبسو هاد الفوقية هادي وغادي نشوفوها كي عاد تجي معانا، وغادي نوريكم هذوك الفريخات تا هما لي زان سيبارابل اللي كنصيفط ليا داك الدري سميتو المهم من مدينة مكناس، راه السمية ديالو كانت شوية دابا مشات ليا، وصلو الأخ ديالو سميتو عبدو. المهم هادشي اللي كاين الخوت، تا هما كنشكرهم من هاد نحييهم من هاد المنبر هذا وتبارك الله عليكم. هادشي اللي كاين الخوت دابا غادي نقيسو هادي إن شاء الله وغادي نشوفوها كي عاد تجي معانا، وعاد خليوها لنا في الكومنت. الخوش المهم هانتوما الخوش كتشوفو كي جاتكم هاهي هي. المهم تبارك الله عليك نشكرو بزاف في الصراحة. وهادي راه معروفة بالصحراوات يلبسوها بزاف، حنا نبقاو نلبسوها معاهم مرة مرة هنا في مدينة القنيطرة. وكنشكرك بزاف أخي مصطفى، وأي واحد صيفط لنا شي حاجة كنشكروه صراحة الله. وتبارك الله عليكم وتبارك الله على جميع المتتبعين اللي كيصيفطو لنا أي حاجة، وتا اللي كيتواصلو معانا تا بميساجات تا بالله يرحم الوالدين. وهادي راه تا هي أي حاجة كتوصلك من عند شي واحد راه كلمه زوينه تاهي، راه صدقه صراحه الله الخوت. ودابا ان شاء الله غادي نوريكم هاد الفريخات هادو ديال ليزانس، غنقربو ليهم الكاميرا ان شاء الله. ها تقرب باش يبانو مزيان، ها هما هي، هذا هو الذكر ديالهم وهادي هي النتوه. وتبارك الله كانوا عطاوني واحد جوج ديال الوليدات، ها هما هي تبارك الله. غنوريهم يوم من هنا، نجيب لي شي واحد تبارك الله. بسم الله بسم الله. ها هو يا
درت لهم واحد الباكات ديالهم هنايا في الرجيلات ديالهم، هما هادو راه وليداتهم، هادو راه والديهم، وهادو كنصيفطهم ليا الصديق من مدينة مكناس، راه الأخ ديالو هو اللي بقيت عاقل على الاسم ديالو، سميتو عبدو. ودريت الصراحة مشات ليا السمية ديالو مع التليفون كان عندي، وكنمشاو ليا النوامر في الصراحة. المهم الخوت كنهنيكم من هاد المنبر وكنحييكم وتنقول لكم تبارك الله عليكم، وان شاء الله ديما نحاولوا تساندونا وتساندونا بفيديوهات، وان شاء الله ديامات هادي نحاولوا نديروا شي فيديوهات عاوتاني يكونوا جداد، وان شاء الله نسجل لكم واحد الفيديو دابا نحطوا هاد ديامات هادي هاد السيمانه هادي، نصايب واحد اللوغو ديال واحد الجوكر اللي غادي نطبعوا في واحد الجاكيطه ديال الجين، باش واحد اللي بغى يطبع في الحوايج ديال الجين وهادي، وغنطبعوا في واحد السروال ديال الجين، وان شاء الله نتمنى من الله تعرفوا معنا الطريقه كيفاش تصايبوا اللوغو بجوج دالوان، تطبعوا بجوج دالوان وهادشي اللي كاين الخوت. وكنشكركم وكنشكر اي واحد صيفط لنا شي حاجه، واي واحد وصلنا غير ميساج فيه الله يرحم الوالدين، اي واحد بارطاجا هاد الفيديوهات، وتبارك الله عليكم الخوت، وكنهنيكم من هذا المنبر وتبارك الله عليكم، حتى الفيديو الجاي، وشكرا بزاف.